عندنا طبعا الكابتن محمد الشناوي بعد ان تولى شارة القيادة بيحمل البطولة الثانية ليه طبعا، وخلاص بطولة 2014 كابتن وائل جمعة كان اخر مشهد ليها، بيضاف صورة كابتن جديد يستحق ان هو يتسجل في تاريخ النادي الاهلي ككابتن للبطولات او حامل للبطولات الافريقية بعد دوري ابطال افريقيا مباراة القاضية. محمد الشناوي بيعود وبيحمل كأس السوبر الأفريقية، وكمان يا ريت لو نعرض لقطات بقى الاحتفال ووضع الميداليات اللي من وجهة ده طبعا الأبطال. دوري أبطال أفريقيا مباراة 27 نوفمبر مع الكابتن طبعا مؤمن زكريا ربنا يشفيه يا رب. طبعا لولا بطولة 27 نوفمبر ما كانش تواجد النادي الأهلي في السوبر الأفريقي ولا تواجد على المنصة دي بتحقيقه الميدالية البرونزية، فقد إيه كانت البطولة دي يا فارس مهمة جدا، وبالفعل كانت مباراة القرن، وأنا شايف إنها فرقت كتير جدا مع الجيل الحالي من اللاعبين. مهم جدا إن اللاعبين دولت يعتادوا الصعود لمنصات التتويج، عجبني جدا الكلام عن اللاعبين بعد البطولة، وإن شاء الله تستمر تحقيق البطولات. كل اللاعبين أدوا وأخلصوا، ولكن الفكرة إن أنت كل يوم بتصعبها على غيرك. السوبر السابع كان أول سوبر كايزر تشيف، ثم الفتح الرباط، النجم الساحلي، الصفاقسي، ليوبارد الصفاقسي، ثم نهضة بركان. سبعة سوبر. اللي النادي الأهلي بيعمله إيه؟ ببساطة النادي الأهلي بيخلي حظوظ أي نادي آخر في أفريقيا صعبة جدا في فكرة تجاوزه. كل حظوظ الفرق الأفريقية تتمثل فقط في حاجة واحدة، هي محاولة اللحاق بمجد الأهلي، وأظن ده مش هيحصل، لأن فعلا النادي الأهلي كل يوم يا أسامة بيصعبها على غيره جدا جدا جدا. النادي الأهلي يا فارس بالبطولة دي وصل للنقطة 85 في الترتيب بتاع أو الحصاد بتاع القرن الجديد، وأقرب منافس ليه هو مازيمبي ب 58 نقطة، المسافة بعيدة بعيدة مع أقرب منافس ليه يمكن الترجي الثالث ب 56 نقطة، ودولت أبرز الفرق الأفريقية اللي ممكن نقول إنها بتنافس النادي الأهلي على لقب القرن الجديد. باقي الفرق طبعا بعيدة جدا عن النادي الأهلي، 85 نقطة 58 مازيمبي، 56 الترجي، وطبعا دي لقطات التكريم وحضن كهربا الكابتن محمود الخطيب، وطبعا كل اللاعبين كانت حركة طبعا بدأها القائد كابتن وليد سليمان بوضع الميدالية على أو زين، أنا من وجهة نظري زين الميدالية بعنق الكابتن محمود الخطيب، وبالفعل أصبحت الميداليات ذهبية بعد أن قلدوها اللاعبين للكابتن محمود الخطيب، فعلا تتائل بالذهب يا كابتن، وطبعا إداها للاعبين تاني لقطات جميلة جدا. والحقيقة دور الكابتن محمود الخطيب يا فارس لقطة وليد سليمان هي دي بداية اللقطة، القائد برضو والمبادرة، وكان عملها السنة اللي فاتت كابتن وليد سليمان، وكابتن كابتن محمود الخطيب رجع له معاه هدية البيت، وكأن كابتن وليد فعلا فعلا بيعبر عن شخص أهلاوي بجينات النادي الأهلي. بشوفها من أعظم اللقطات دي يا فارس في التتويج، أنا شايفها كده هي الأعظم في تاريخ النادي الأهلي لحظة تتويج في رأيي بالظبط، ودايما مش هتجد اللحظات الجميلة دي في التتويج غير في النادي الأهلي، عندنا دايما اللقطات دي اللي فيها يعني تقدير لقيمة الكابتن محمود الخطيب والدور الكبير اللي قام بيه الكابتن محمود الخطيب، لأن اللاعبين دول حاسين فعلا بدرجة الأب، وده مش جديد على الكابتن محمود الخطيب، يمكن اتكلمنا بطولة 27 نوفمبر كان في مطبات في مشوار الفريق في البطولة الأفريقية، أهمها يمكن أصعبها واتكلم عنها ريني فايلر إنه كان معرض للموت وما شافش كده في حياته، كان الكابتن محمود الخطيب هو رئيس البعثة في السودان، والأهم فكرة تواجده مع الجماهير بعد الأحداث الصعبة اللي شفناها في مباراة الهلال السوداني، قال الجماهير مش هنمشي إلا لما أنتوا تمشوا، فده مش مجرد أب اللاعبين وجهاز فني، لا كمان عائلة النادي الأهلي بتتوج في عهد الكابتن محمود الخطيب بقيمة النادي الأهلي. عندنا برضو مواقف تانية يا فارس في مباراة جنوب أفريقيا أو سان داونز، ويا أسامة أنا بشوف لها ظرف نفسي صعب جدا، لأن بعد مباراة الهلال زي ما أنت قلت مباراة الهلال في أم درمان، أنت فاكر الجيل الذهبي في 2007 بيخسر بثلاثية وأنت فارق نقطة عن الهلال، هتخسر هتودع البطولة، زي ما أنت حكيت بالظبط قدرنا نتأهل. مباراة سان داونز كانت ظروفها النفسية مش سهلة، رغم ان انت حققت الفوز هنا بثنائية، ولكن يظل رحلة لوكاس موريبي السابقة والخماسية الشهيرة كانت مؤثرة نفسيا. ناس كتير جدا يا جماعة كان ممكن تفكر بحسابات وتوازنات وتقول لك اصل النادي خرج بنتيجة تقيلة، انا صعب ان انا اكرر المشهد، ولكن كان واقف كابتن محمود الخطيب وقدرنا نتأهل من لوكاس موريبي.
عشان نروح للوداد يا أسامة، وكان في لحظة برضو مهمة. بالتأكيد مباراة الوداد والدور قبل النهائي، وطبعا مع بيتس وموسيماني والمدير فني جديد وبيتسلم المهمة قبل اللحظات، والكابتن محمود الخطيب بيضع رهانه طبعا مع مجلس إدارة على بيتس وموسيماني، وكمان بيتس وموسيماني كانت نتائجه سلبية مع الوداد في المغرب، وبالتالي كان تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيسا للبعثة كمان مع وجوده مع اللاعبين، وقدر النادي الأهلي يحقق الفوز بثنائية كانت مفتاح العبور للمباراة النهائية ومباراة نادي الزمالك. وبالفعل توج النادي الأهلي لحظة بقى اللي هي تاريخية، وفيها كابتن محمود الخطيب أنا بشوف أن القدر منحه التكريم اللائق في اللحظة اللائقة، لأن كان كابتن محمود الخطيب بيتحامل على آلامه الجسدية والنفسية عشان يحصل التكريم والسجدة والشكر لربنا. أعتقد في اللحظة دي كان ده لسان حالنا كلنا، وكأن يعني كابتن محمود الخطيب بيرمي عن أكتافه الحمل اللي شاله طول البطولة أسامة، وهو بيسجد لله عز وجل شاكرا المولى، لأن فعلا كان في جزء كبير جدا من العناية الإلهية وحب ربنا الكابتن محمود الخطيب اللي لازمه على مدار مشواره كله. يمكن احنا عارفين كويس قوي تاريخ كابتن محمود الخطيب، ودايما تاريخ كابتن محمود الخطيب وتناولناه هنا بعد المحنة بتيجي المحنة. والله يا جماعة صدقوني ده شريط حياة كابتن محمود الخطيب كله. بالتأكيد يا فارس، ودي لقطة مهمة جدا. اللقطة دي من وجهة نظري هي لقطة انتصار الحق. الكابتن محمود الخطيب اتعرض لكمية تجاوز بشكل غير طبيعي قبل مباراة القضية ممكن، فكان الانتصار مش مجرد انتصار كروي، كان توفيق اللاعبين. أنا من وجهة نظري ويمكن من وجهة نظر جماهير كتير جدا من النادي الأهلي، أن التوفيق اللي صاحب مجدي أفشة بعد كرة محمود علاء اللي ارتدت منه كان فيها جزء كبير جدا جدا، انتصار للكابتن محمود الخطيب على كل التجاوزات. ودي اللقطة الأهم بعد 27 نوفمبر، فكرة سجد لله شكر بعد تحقيق البطولة وبعد انتهاء المباراة اللي هي مباراة القرن على حد تعبير البعض، كانت لقطة من وجهة نظري هي انتصار للحق، انتصار للخير، انتصار للمبادئ. أنا مش ببالغ ولا بكبر الموضوع، كابتن محمود الخطيب تعرض لكمية خوض في أعراض وكمية تطاول وتجاوز، ولكن كان الكابتن محمود الخطيب كالعادة بيمثل النادي الأهلي بالصمت والصبر، وعشان كده ربنا كان موفق النادي الأهلي بتحقيق بطولة أنا من وجهة نظري هي أغلى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبالتالي السجدة المرتبطة دايما بالبطولات. يا رب دايما نحقق البطولات، ويا رب دايما نشوف المشهد والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيسجد لله شكر على كل بطولة. صحيح يا أسامة، استعرضنا شريط طويل من مرافقة كابتن محمود الخطيب للفريق. وعلى فكرة أنا قلت هنا قبل كده إن في لقطة بالنسبة لي كانت غريبة جدا، وهي في قناة أخرى يعني حتى مش قناة النادي الأهلي، وكان فيديو متصور بعد التتويج في 27 نوفمبر مع الجمهور والناس بتتكلم معهم حاسس ايه بالفرحة. قلت ما يقرب من 8 افراد من 10 اتكلموا، كان مع الزميل ابراهيم فايق، كلهم قالوا ان ربنا كافئ كابتن محمود الخطيب. ودي لحظة انا ما شفتهاش في حياتي مع اي حد. ده ماتش السودان يا فارس، والكابتن بيكلم الجماهير ان انا مش هسيب المدرج الا لما انتوا تطلعوا بامان وسلام. الرحلة اللي استعرضناها يا اسامة كانت احداثها مهمة جدا، وكان فعلا فيها ده طبعا لقطة جنوب افريقيا، كان لقطة جنوب أفريقيا ورحلة كابتن محمود بعد الخطيب بعد مباراة الواحد واحد علي معلول. طبعا يا فارس الكابتن محمود الخطيب أيضا كان له دور مهم جدا في الحقيقة البعثة الحالية. تم استدعاء الكابتن محمود الخطيب بصفته رئيس النادي الأهلي ليتواجد في فندق آخر غير فندق إقامة اللاعبين، ولكن كان الرد من الكابتن محمود الخطيب أنا مع اللاعبين ولن أغادر الفقاعة. وده كان كلام الكابتن وائل جمعة في مداخلة أو في اتصال هاتفي بينه وبين الكابتن محمود الخطيب. نسمع كلام الكابتن وائل جمعة آخر كابتن حمل كأس السوبر قبل الكابتن محمد الشناوي. ساند الفريق وعندنا شعار على الحلوة والمرة معاه، فالجمهور ده استحمل 7 سنوات اللي فاتوا وبطولة السوبر بعيدة عنه. الموسم ده خد الدوري الأبطال وخد السوبر، ورجعت الفرحة الأفريقية مرة تانية، ورجعت السيطرة مرة تانية للنادي الأهلي، فمبروك للجمهور اللي يستحق. النهاردة أجمل لقطة شفتها في المباراة صراحة، اللقطة اللي اللعيبة عملوها لقطة ممتازة، ولقطة تبين قد إيه حبهم لكابتن خطيب ودعمه الكبير ليهم. موقف أنا أقوله بسرعة مهند، بكلمه من يومين أطمن عليه وأطمن على البعثة،
فقال لي ان المسؤولين في الاتحاد القطري طلبوا منه انه يخرج بره البعثه. قال له لا، انا قال لهم انا مش هسيب البعثه، انا مع اللعيبه في كل وقت في التمرين معاهم، لانه لو خرج من الفقاعه فمش هيبقى مع اللعيبه. فرفض ان هو يخرج بره الفقاعه ويقعد مع مسؤولين في الاتحاد القطري، كانوا حاجزين له فندق تاني، رفض يروح. فده موقف يبين مساندته ودعمه، ودي نقطة مهمة جدا جدا لأي مدرب وأي فريق وأي جهاز فني، إنه يحس بمساندة رئيس النادي ودعمه الكامل للفريق زي ما كابتن خطيب، فما بالك بأسطورة زي كابتن خطيب. وكان يقصى هذا اللقب ليصبح كسب كل الألقاب الممكنة المحلية والأفريقية وهو رئيسا للنادي الأهلي. بالتأكيد لما يكون أي رئيس نادي بيدعم جهاز فني ولاعبين، ولكن زي ما قال الكابتن وائل جمعة أحد أساطير النادي الأهلي، ما بالك لما يكون رئيس النادي الأهلي هو الأسطورة الكابتن محمود الخطيب اللي حقق في عهده النادي الأهلي كل الألقاب المحلية والقارية المتاحة، لأن في لقب واحد النادي الأهلي فقط محتاج يحققه، لقب بطولة كأس العالم للأندية، هي دي البطولة الوحيدة الذي لم يحققها النادي الأهلي في عهد الكابتن محمود الخطيب يا فارس.